أقام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية لأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، تم خلالها توزيع مساعدات عينية لمناسبة شهر رمضان المبارك. في إطار منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية والتي تعتمد في أحد محاورها على دعم ورعاية المفرج عنهم وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أقامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية لهم وبحضور النزلاء، عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا اللقاء والاحتفاء مع ذويهم بشهر رمضان المبارك. قادر يكون إنسان جديد من حقه فرصة للحياة، هنساعده يبدأ من جديد وبكل حب احنا معاه. سعيدة جدا بالاحتفال النهاردة، اللي أنا كان نفسي أشوف جوزي لأن ما كانش ظروفي تعبانة وما كانش مسامحة إن أنا أقدر أشوفه، وبنتي سعيدة جدا إن فرحتوني. بشكر وزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو خلانا بس نشارك مناسباتنا مع أهالينا وخلانا نشوفهم بمناسبة شهر رمضان. كل سنة وأنتم طيبين. تم خلال الاحتفالية توزيع مساعدات عينية على أسر النزلاء، وهي مساعدات دورية تقدم لهم في ظل الحرص على متابعتهم في إطار منظومة عقابية إنسانية تطبقها وزارة الداخلية. الحفلة النهاردة كانت جميلة جداً، قدموا لنا الهدايا، قدموا لنا الكراتين الرمضانية لأهالينا. مهتمين باللي بره وبينا كمان، ومش مخلينا محتاجين أي حاجة، وربنا يبارك لهم. واشكر وزارة الداخلية اللي هي نظمت الحفلة وخلونا نشوف عيالنا وأهالينا ونشاركهم فرحة رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. واشكر وزارة الداخلية على وقفتها معايا في غياب جوزي. تضمنت المساعدات التي قدمتها وزارة الداخلية لهم مستلزمات منزلية وأجهزة كهربائية للمقبلات على الزواج بهدف تخفيف الأعباء عنهم، وهو ما أدى إلى فرحة كبيرة وسط هذه الأسر بهذه اللمسة الإنسانية. وزارة الداخلية سلمتنا النهاردة أجهزة كهربائية علشان جواز بنتي. نشكر سيد الرئيس وبنشكر وزارة الداخلية على اللمسة الإنسانية. وزارة الداخلية فرحتني وفرحت بنتي وفرحتنا كلنا. حابة أشكر الوزارة إن هم قدروا يساعدونا على أجهزة كهربائية، دي مفاجأة تبسطني. كما تضمنت الاحتفالية إجراء الكشف الطبي بالمجان على أسر النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم في إطار المساهمة في تقديم رعاية لائقة لهم. احنا مش كنا نتوقع أن يحصل معنا كده النهاردة، بصراحة حاجة جميلة جدا. دكاترة عملونا أحسن معاملة وأحسن علاج. شافت مجانا وخدت العلاج وصرفوا لي كرسي. الكراسي ديت نفعتنا نفعتنا نفعتنا. أنا ما كنتش بقدر أمشي، أنا ما بقدرش أمشي ولا بقدر أتحرك، إدانا كرسي اتحركت به. لا تترك وزارة الداخلية مناسبة دون أن تظهر دعمها للمفرج عنهم وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك امتدادا للرعاية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذا للأبعاد الإنسانية في السياسة العقابية الحديثة لتوفير البيئة المناسبة لهم لبداية حياة جديدة. هكذا تمتد الرعاية التي تقدمها وزارة الداخلية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل إلى أسر هؤلاء النزلاء وكذا المفرج عنهم في تطبيق للسياسة العقابية الحديثة من أجل الابتعاد بهم عن مسلك الجريمة وتوفير حياة كريمة لهم. من هنا كان الحرص على توفير مساعدات دورية لهم وتوفير مشروعات صغيرة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.